احتكاك بالدراسه. طب المحكمه هتيجي تقول لي عندها في المسؤوليه، اقول لها انا مش جهه طبيه وفنيه ولا حضرتك ولا النيابه العامه، اللي هيبحث الحاله دي هو اللي هيقول لنا هل هذا المتهم ارتكب هذه الجرائم عن عمد وبإرادة واعية مدركا للنتيجة النهائية، ولا كان مفهوما نفسيا ارتكاب هذه الجرائم؟ التشريح الفسيولوجي للمتهم للعلم الحديث من جميل الولاء له، كلما خطط أحلامكم أو نطق إجابته. اسمحوا لي